أنك وأنت في أول خطوة في أول خطوة في الحلم بتاعك، سواء الحلم بتاعك كان بس أنك تحصل الشهادة هذه، ولا الحلم بتاعك أنك أكبر من هيك، بعدين أنت تكون متميز في تخصصك، سواء أسنان، سواء بشري، سواء صيدلة، سواء طبية، سواء أي تخصص. أوكي. بالنسبة للتخصصات اللي الجامعة تدرس عليها دي، أنا ليش نتكلم فيها؟ لأن لو بنتكلم عن كل تخصص نبي ساعة ونص، لما نبدأ بالمحاضرة التعريفية في المصطلحات، نبي ساعة ونص ونبي ساعتين مش نتكلم عن كل تخصص. اوكي، لكن نبي نقول لكم بس ان راهو سنه الاعداد او سنه اولى سواء تغطيه، انا كده بخش تغطيه ما فيش اعداد، لكن نبي نحكي اول سنه ليك في الكليه، هذه اهم سنه ليك، اهم سنه ليك من ناحيه انك انت لو السنه هذه فتها بخير، عارفش معنى فتها بخير، يعني فتها وانت قاعد معلوماتك كويسه، معناها خد بالك انك انت لاخر سنه هتكون معك كويسه. اوكي، السنه هذه هي اكثر سنه حساسه، السنه هذه يخشوها طلبه بدك 100 طالب. وتشيف سنة أولى تلقاهم قديش؟ تلقاهم 100 تلقاهم 110، يعني أكثر من نص يونس. ليش ترى؟ طلبة يخشوا السنة هذه ويشبحوا نظام جديد، أسلوب جديد، طريقة جديدة للقراية. ينخلوا من أول يستسلم، من أول خطوة يستسلم، ما يشبحش أربع طلبة. في طلبة بيتعرف حتى لو وياك، قلت له معقولة سقطت درس أنت أربع مواد خلاص 20%. قلت له معقولة أنت لأنك سقطت في أول سنة خلاص أنت معناها أنت من الأول خاش ما عندكش عزيمة، ما عندكش طموح بكرة الحلم بتاعك. فراحوا أول سنة هذه حساسة هلبة ليك أنت كطالب كيف تخش للجامعة، أول سنة حساسة. ليش؟ في أربع طلبة خاصة زي كنتم، يعني أغلبكم نعرفهم، يعني خاص باندفاع، خاص بشغف، خاص أنا نقدر نجيب امتياز في السنة، يجي بعدين يقدر زوز مرات أو يلقى راحة جيد، في مرات حتى جاي ممتاز ومش راضي به، يعني بالترتيب الأول. وفي اللي جاب الترتيب الاول وما رضاش بها، يعني المفروض درجتي 95، المفروض 98، جبت 91، جبت 89. اللي بنقوله بس ان السنه هذه راهي ما تحددش هل انت حتكون ناجح ولا حتكون فاشل في حياتك. اصلا الجامعه كامله، الجامعه كامله ما تحددش انت ناجح ولا انت فاشل في حياتك. اللي يحدد انت ناجح ولا فاشل في حياتك هل انت بتستسلم من الاول ولا انت بتكمل. فخذوها منك. راهي سنة الإعداد، سنة ما فيش، ما يقولكش ثالثة بشري المقبرة، ما يقولكش ثانية صيدلة المقبرة، ما يقولكش سنة رابعة أسنان المقبرة، راهي المقبرة اللي نختبر فيها الدولة من هي سنة الإعداد. فلو أنت اجتزت السنة هذه كون هاني بإذن الله السنوات التالية حيكونوا أسهل عليك، لأنك السنة هذه أنت خاش على أسلوب جديد، خاش على نظام جديد، خاش على طريقة جديدة، خاش على حياة جديدة من الأخير، خاش على تسلسل جديد في القراية. فلو السنة هذه أنت كنت خاش صار لك إحباط، هذه مشكلة كبيرة فيك أنت. ما تقولش كلية أنت بتصدقني، ما تقولش كلية ناويتنا، كلام اللي يديروا فيها لا يسمعوا فيها لا يراها دوا زايدة، ما فيش حد ناوي، ما فيش حد بيصدق، ما فيش حد كافر، والله ما في واحد كافر ولا في واحد أصلاً يديك تمشي. إنما الكلية تضغط في أول سنة مش من هو اللي ما زال هذا طموح يكمل، من هو اللي خلق، من هو اللي بيمشي. أنا كان عندي زميلي في سنة الإعداد وأدرس صوت مواد، قال لي جيني وفيزي، وأدرس صوت مواد سنة الإعداد، ودرس صوت ثاني. ده سنة أولى جاب ترتيب الأول عليه، جاب 95%. سنة ثانية جاب ترتيب الأول. سنة ثالثة طب بشري أصعب سنة جاب ترتيب الثاني. سنة رابعة كذلك جاب ترتيب الثاني. وهذا في الإعداد راهو كان جايب مادة، جايب زوز مواد. ساقط في زوز مواد. أوكي. فراهو سنة الإعداد ديما هي اللي بتواجهكم. قصدي هي الروح اللي فيها، ولا نعتبر فيها هي سنة المقبرة. لو أنت اجتزت السنة هذه فراهو تكون هاني بإذن الله حتوصل للنقطة اللي أنت تبغاها بعدين. فنبيكم حاجة على الفوكس. مهما كانت عليك من ضغوطات، ضغوطات قراية، ضغوط امتحانات، حتواجهك هذه الضغوطات، جداول ماهيش ثابتة، أساتذة ما يشرحوش، تجي تخش المحاضرة تقول هذا ما شرح شيء يعني، ليش يعطوا فيه بالفلوس؟ ليش المهينين ناس تضغط لك فيه؟ إن شاء الله عمره ما شرح لك، أنت بينك وبين الامتحان، امشي دبر قدرك روحك، تلاعب بعد ثانوية أنسوه، إن لين في عندي أستاذ بيشرح لي والامور تمام انسوا، انت مطالب انك انت تجيب سيلف ستادينج من تو، تعود روحك من تو انك تقرا بروحك، تعود روحك انك تجي تفتح الشيء وتحاول تفهم بروحك، تفتح يوتيوب، تفتح دور اي موقع تفهم منه، تفهم من دكاتره برا، تفهم من دكاتره الدم، دور ملخصات، دير طريقه لروحك تقرا بها، ما تعباش على الكليه، اللي عباها الكليه واللي عباها الفتره الكليه راهو صربت المواد كلها. راهو صربت المواد كلها، حتلقى دكاتره ما شاء الله تشرح الكليه واسلوبهم جميل وجوهم ليه، بس راح تلقى دكاتره جاي يهدرس معك بس، وفي الامتحان يشفشف، في الامتحان يشفشف، اوكي، وراهو يشفشف ديما لسنه الاعداد بين الشريك
بالاخير عطيش معنى غربيل. معنى غربيل انا جاي لك انت فيكونش تنجح. غربيل يعرفوا انت جاي تقرا ولا غير جاي تبي تهيش وانا راني طالب جامعي ولا انا راني طالب بشري ولا اسنان ولا راني صيدلي. يبوا يطلعوا قدام الناس المجموعه هذيا ما يبقوش يكملوا معهم. يبوا بس الناس طموحه اللي عندها حلم ان هي تكمل كليه وتكون في تخصصها بعدين ممتعة. انما الناس اللي جاي هذا زيك خلاص هذا مش مكانهم كليه. هذا مش مكانهم كليه نهائي ولا مكانهم تخصص علمي نهائي. هذا مكانهم مش يدور اي صنعه ثانيه اي خدمه ثانيه اوكي ممكن يكون فيها ناجح ويفيد المجتمع بها. انما راه صنعه الاعداد حيضغطوا عليكم للسبب هذاك. فالمرض فيكم من الاول. خلي عندك طموح انك انت واصل في حلمك مهما كانت العواقب اللي تشوفها في سنه الاعداد. اللي نجح في اربع طلبه في سنه الاعداد خلاص ثلاث مواد اللي ما عادش نكمل. بقى في دور ثاني. خش دور ثاني يصدر خلاص انا ما عادش نكمل. يا رجل حاول خلي يكون عندك طموح. خلاص من اول مره انت بتفشل وتسيب وتنحي كل شيء من راسك وخلاص. مرات الظروف كانت ظروفك غير ملائمه انك تقرا كويس. مرات ظروف الكليه ظروف كورونا زي دول فتره عليك. فراه لو ما يكونش عندك طموح من دوا اعرف انك انت راوح خش في حياتك بسبب هذا. خلي عندك طموح للقرايه. عواقب القرايه راهو هدبه ما تسدهمش دقيقه ولا ساعه ولا اي حاجه. عواقب القرايه هدبه بس تلخص لكم في كلمه واحده. في ناس جايه تبي تقرا عندها طموح وفي ناس جايه بس تبي تقول انا تقرا في طالب جامعي. انت خليك ديما من الناس اللي تقرا. خليك من الناس اللي جايه تبي جايه تنجح. ولو ما وصلتش للي تبي ما وصلتش للممتاز في الجيل جدا الحمد لله. اصلا ممكن لو قريبا كنت شاب ما كنت نصدر بوك نجيب جيد جدا. سقطت في ماده او اثنين في عندي فرصه ثانيه في عندي دور ثاني. ايه لازم وان شاء الله ما نشوفش اي حد في الدور الثاني. لكن راهو الفشل هذه اول نقطه لانك تغير من نفسك. لو صار لك فشل لو ما وصلتش للي تبيه راهي اول نقطه انك تغير من نفسك. معناها انت السوق ماشي فيه غلط. ايه فلازم تتغير. فلنفصل من دور راهو كليه تبي شخص تبي شخص ذكي. تبي شخص عنده طموح يقرا راهو في هلبا ناس اذكياء وفشلوا من الاول ما كانش عنده طموح. في هلبا ناس اذكياء يقروا معاك نايمين والله في الثانويه منهم. الثانويه كان في مواد تراتيب الاول منهم كان في الثانويه. انا تو خمسه بشر بدي اتخرج وهو وين تو؟ هو الصف الاولى وقف سيب بوكل ليش؟ ما عندهاش طموح. كان حسابها زي الثانويه اقرا احكم كتاب وخش في لا هذا ما عندهاش طموح. اوكي بينما في ناس اللي صاحب اللي حكيتكم عليه في الاعداد مادتين صغيرتين كيمياء وفيزياء سنه اولى ترتيب اول سنه ثانيه ترتيب اول سنه ثالثه ترتيب ثاني سنه رابعه ترتيب ثاني متوقع حتى توصل سنه خمسه يجيب يا الثاني يا الاول يا الثالث واحد منهم. لان انسان حق تعلم من الغلط اللي صار له في سنه الاعداد تعلم منه وشوفه كفاحه لو وصلت خلاه يكون احسن طالب عليهم في الفتره. اوكي وان شاء الله موفقين في سنة الإعداد. بارك الله فيكم. عن سنة